مساء الخير زميل عزيز ابراهيم عبد الجواد، برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، من هنا من مقر اقامه بعثه النادي الاهلي الذي يستعد للمواجهه المصيريه والصعبه امام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا. خليني اقول لك زميل عزيز ابراهيم عبد الجواد ان النادي الاهلي خاض مرانه الاول مساء اليوم بعدما وصل الى تونس في ساعه متاخره من مساء امس. يمكن الفريق خاض تدريبه في تمام الساعه 8 بتوقيت القاهره على الملعب الفرعي باستاد رادس الدولي. يمكن المران كان خفيف، استمر لمدة 60 دقيقة فقط، اشتمل على بعض الجمل الفنية والخططية. يمكن حضر المران مجلس إدارة النادي الأهلي المتواجد ضمن البعثة الرسمية هنا في تونس برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وأيضا السفير المصري في تونس السفير إيهاب فهمي. خليني أقول لك برضو زميل عزيز إبراهيم عبد الجواد، يمكن كان هناك لافتة أكثر من رأي الحقيقة من جانب الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة كولر بعدما سمح للجماهير التي توافدت على تونس خلال اليومين الماضيين لمتابعة جزء من مران الفريق. الحقيقة يمكن الجماهير المتواجدة ظلت تهتف للاعبين والجهاز الفني وطلبتهم بضرورة تحقيق الفوز وتسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة في القاهرة. يمكن الروح المعنوية للاعبين والتركيز واضح جدا، هناك تركيز لتحقيق نتيجة إيجابية. أيضا يا إبراهيم خليني أقول لك نقطة مهمة جدا، يمكن تم طبع 27 ألف تذكرة للجماهير المتوقع حضورها لهذه المباراة. طبعا كل التذاكر نفذت بالكامل، يمكن النهاردة منذ لحظات قليلة جدا أعلنت وزارة الشباب والرياضة التونسية طبع 7000 تذكرة أخرى سيتم طرحها في الأسواق غدا نظرا للإقبال الكبير من جانب الجماهير سواء التونسية أو من كل البلدان العربية لمتابعة هذا النهائي الصعب، النهائي الذي سيجمع فريقين كبيرين هما الترجي التونسي والنادي الأهلي المصري. سيتم طرح التذاكر إن شاء الله غدا. خليني أقول لك في المقابل بقى إن فريق الترجي التونسي و اللي خاض تدريباته خلال اليومين الماضيين، يمكن النهارده الثالث يوم يخوض فيه نادي الترجي تدريبه بعدما حصل على راحه سلبيه لمده يوم واحد وكانت تحديدا يوم الاثنين الماضي وعقب نهايه مباراه النجم الساحلي واللي فاز فيها الفريق بصعوبه بالغه بثلاثه اهداف مقابل هدفين. يمكن صفوف الفريق تكاد تكون مكتمله بعد عوده المدافع الجزائري توجاي والظهير الايسر بن حميده واللي شاركوا بصوره طبيعيه خلال في التدريبات التي اقيمت على مدار الثلاث ايام الماضيه. يمكن ميغيل كاردوز المدير الفني البرتغالي لنادي الترجي التونسي كان له تصريحات مهمه، قال ان الشارع لا حديث له سوى عن النهائي الافريقي المرتقب بين الترجي والنادي الاهلي، وقال احنا لازم نحترم النادي الاهلي لتحقيق اللقب وان ده امر في غايه صعوبه. النادي الاهلي بيضم مجموعه مميزه من افضل اللاعبين وهو بطل النسخه الماضيه، وفي التاكيد المواجهه ستكون صعبه ليس فقط على الترجي ولكن على كلا الفريقين. يمكن خلال برضو الايام الماضيه يمكن بيتوافد او بالامس تحديدا توافد برضو عدد من الجماهير المصريه امام فندق الاقامه لتحفيز اللاعبين لاعبي النادي الاهلي بالتاكيد ومطالبتهم بضروره تحقيق نتيجه ايجابيه من اجل تحقيق اللقب الثاني عشر بمشيئه الله. احمد يمكن عايز اعرف منك اخبار التذاكر الخاصه بجمهور الاهلي، هيتم تسليمها ليهم ازاي وعددها قد ايه؟ يمكن من خلال متابعتنا للحضور الجماهيري يمكن متواجد يمكن وصل خلال اليومين اللي فاتوا دول ابراهيم حوالي 200 مشجع من جانب جماهير النادي الاهلي. يمكن اداره النادي الاهلي ستقوم بتوفير هذه التذاكر وسيتم تسليمها غدا ان شاء الله. ايضا يمكن من خلال وجودي ولقاءاتي مع اعضاء الجاليه المصريه الموجوده هنا في تونس اكدوا ان هناك بعض الجماهير المصريه ستاتي غدا من بعض الدول الاوروبيه وتحديدا مارسيليا. يمكن هناك طائرة قادمة من مارسيليا تحمل مشجعين من قبل النادي الأهلي لدعمه ومساندته في هذه المباراة الصعبة. خليني أقول لك أيضا إبراهيم يمكن
الكولر المدير الفني للنادي الاهلي سيعقد مؤتمر صحفي غدا في تمام الساعه 2:30 بتوقيت القاهره، يتحدث فيه عن اخر استعدادات الفريق لهذه المواجهه، وايضا يجيب عن اسئله الصحفيين حول مباراه الاهلي مع الترجي. الفريق سيؤدي تدريبه الاخير في 10 مساء أمس على الملعب الرئيسي باستاد راسح، وسيسمح لوسائل الإعلام المختلفة بتصوير 15 دقيقة من مران الفريق. تمام. هل الكابتن محمود الخطيب موجود في نفس موجود في نفس الفندق مع اللعيبة؟ بالفعل ابراهيم، الكابتن محمود الخطيب متواجد، كل اعضاء مجلس الاداره المهندس خالد مرتجي، طارق انديل، الجرحي، كلهم الحقيقه متواجدين بيتوجهوا مع الفريق اثناء التدريبات، يعني كلهم كانوا موجودين النهارده في مران الفريق. يمكن الكابتن الخطيب مش موجود دلوقتي، يمكن لبى دعوه السفير ايهاب فهمي على العشاء هو وبعض اعضاء مجلس الاداره، لكن الحقيقه الكابتن الخطيب دائم الاجتماع مع اللاعبين، هناك جلسات خاصه مع النجوم الكبار للتاكيد على دورهم الهام في هذه الفتره الصعبة والتي تسبق مباراة الترجي. يمكن زي ما قلت لك التركيز تام، هناك حالة من التركيز لدى جميع اللاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء الصعب على الفريقين وليس على فريق واحد. هل كان في لقاءات عقدها كابتن محمود الخطيب مع لعيبة بعينهم؟ هل كباتن الفريق الشناوي لعيبة كبيرة قعدوا مع بقية اللعيبة؟ يمكن النهارده زي ما قلت لك كان التدريب الاول للنادي الاهلي كان في تمام الساعه 8:00 على الملعب الفرعي لاستاد رادس. يمكن الكابتن محمود الخطيب سبق الفريق وكان في استقبالهم عند النزول لارضيه الملعب لاداء المران، واللي استمر زي ما قلت لك لمده 60 دقيقه. يمكن شفنا الكابتن الخطيب واقف مع اكثر من لاعب، علي معلول، الشناوي، اكثر من لاعب الحقيقه، يمكن كان هناك قفشه، كهربا، وكان هناك يعني هذه الجلسات كانت بتؤكد على دور هؤلاء اللاعبين في هذه الفترة. يمكن الشناوي كان متواجد بصورة طبيعية، اللعيبة كلها متواجدة بصورة طبيعية، كان هناك تركيز تام، واعتقد ان الامور كلها في يعني الامور سهلة ان شاء الله، وان الكل متفائل ان شاء الله ان النادي الاهلي يحقق نتيجة ايجابية في هذا اللقاء ان شاء الله يا رب. اخيرا يا احمد، هل ظهرت ملامح التشكيل او التشكيل المتوقع اللي هيلعب بيه كولر؟ هو يعني يمكن احنا تابعنا جزء بسيط جدا من مران اليوم، لكن التشكيل بالتاكيد لن يخرج عن شوبير في حراسه المرمى، محمد عبد المنعم، مرامي ربيعه، علي معلول، ومحمد هاني، ثلاثي خط الوسط امام عاشور ومروان عطيه واكرم توفيق، في الهجوم وسام علي وبرستاو، وهناك مفاضله اعتقد ما بين حسين الشحات ورضا سليم. يمكن ده التشكيل المتوقع اللي هيخوض به كولر هذه المباراه. الزميل العزيز أحمد المسيري مباشرة من تونس، كل الشكر ليك على كل هذه التفاصيل الوافية، وإن شاء الله يا رب كل التوفيق لرجال النادي الأهلي في ضربة البداية في النهائي ولقاء الذهاب أمام الترجي التونسي. نروح